الجسيمة هي طبعا مسؤولية، الجسيمة ملقاة على رئيس المجلس وعلى أعضائه. اليوم تدارت الساكنة جد مهمة، مدينة الدار البيضاء مدينة جد كبيرة يعني اقتصادي، يعني قطب اقتصادي بامتياز. اليوم هناك انتظارات، هناك وعود أيضا، الساكنة متجندة. اليوم كنشكرهم طبعا باسمي وباسم أعضاء المجلس على الانتخاب ديالنا ولا ترشيح ديالنا ولا التصويت ديالنا اللي وضعوا فينا الثقة ديالهم، وإن شاء الله نعمل جاهدين أننا ما نخيبوش العمل ديالهم. هذه هي وعود اللي وعدناهم، وإن شاء الله سوف نسهر ليل مساء جاهدين بكل ما أوتينا من قوة من أجل يعني أن مدينة الدار البيضاء تكون مدينة في انتظاراتهم. العديد من الأوراش تنتظرنا، وإن شاء الله الله يقدرنا أننا نكون قد هذه المسؤولية.